الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الدرس الرابع من دروس طريق الوصول إلى الله، ودرسنا اليوم هو القدوة الحسنة والجزء الثاني منها. قد ذكرت في الدرس السابق قدوة الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن لولا قدوتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه رضوان الله عليهم. ولكن الأمر الذي تبين لنا من أنه ينبغي للإنسان بسلوكه في الطريق إلى الله لا بد له من عالم من علماء الدين يكون قدوة له ليسهل عليه الوصول إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لذلك فمن منطلق هذا الحديث ينبغي أن نتخذ قدوة لنا للسير إلى الله، لأنهم قالوا القدوة قبل الدعوة، وتكون صفات هذه القدوة كما قال تعالى فيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه الآية هي للمؤمنين، وأما للدعاة إلى الله هي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لأن الناس لا يتعلمون بآذانهم، وإنما يتعلمون بعيونهم. لذلك القدوة قبل الدعوة، وأعظم دعوة هي دعوة القدوة. وأنا أؤكد لكم أن الأم والأب اللذان لم يوجها أولادهما ولا بكلمة، يعني كأن لم يسمعوا منهم كلمة بذيئة، ولم يروا منهما موقفا لا يليق، ولم يروا منهما تعريا لا يجوز. فالأم والأب هما منضبطان بكلامهما وأفعالهما، فانضباطهما لوحده هو دعوة للأبناء، يعني الصدق دعوة. فالأب المنضبط ولو لم يتكلم مع أولاده ولا بكلمة فهو قدوة لهم شاء أم أبى. لذلك قالوا القدوة قبل الدعوة، يعني لماذا صدق الناس الأنبياء؟ لأنهم فعلوا ما قالوا، لأن الأنبياء ما وجد الناس مسافة بين أقوالهم وأفعالهم. وقد سئل أحد العلماء بماذا تنصح دعاة الدين إلى الله عز وجل، فاختصر كلامه بجملة خفيفة حيث قال ليحذر الداعي أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو الناس. لذلك فأكثر الشيء الذي يحرك الدين هو المصداقية، حيث لا نجد مسافة بين أقواله وأفعاله. فبيت الداعية هو جزء من الدعوة، يعني لا يصح أن يتكلم بشيء وهذا الشيء في بيته غير مطبق، ولا يصح أن يعطي أمرا هو لا ينفذه. لذلك الإنسان ممكن أن ينتفع من طبيب مثلا، ولكن قد لا تهمنا استقامته، ولا يهمنا إن كان يصلي أو لا مثلا. فكل العلماء ممكن أن ننتفع منهم دون أن نمحص باستقامتهم، لأن استقامتهم لا تعنينا وقد لا تعنينا، إلا عالم الدين فلا يمكن أن ننتفع منه إذا اكتشفنا أنها توجد مسافة بين أقواله وأفعاله. لذلك
لماذا الدعوة ضعيفة الآن؟ لماذا؟ لأن الإنسان إن لم يجد المصداقية الكافية فالكلام لم يعد له قيمة. فمتى يكون له قيمة؟ عندما يكون فيه تطبيق، والتطبيق يقوي موقف الداعية. لذلك قيل العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والعفاف حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. إذن فموضوع القدوة والأسوة يحتاجه كثير من الناس، يحتاجه المعلمون، ويحتاجه المربون، ويحتاجه الدعاة إلى الله. فأي إنسان إن كان موقعه الاجتماعي هو موقع توجيه فهو يحتاج إلى هذا الموضوع. لذلك الفضائل لا تثبت في المجتمع بالأفكار أو بالكتب. فنبي واحد وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لن يجد الناس مسافة إطلاقا بين أقواله وأعماله، فهو أفضل للبشرية من آلاف الكتاب، لأن هذا النبي قدم الحقيقة مع البرهان عليها، لأن الحقيقة ممكن أن نرفضها إن لم يكن لها مرتكز في الواقع. أما حينما نجد موقفا كاملا ينطلق من فهم صحيح، فهذا الموقف الصحيح تجسد في الموقف الكامل. إذن قضية الدعوة إلى الله، وقضية الإرشاد، وقضية التعليم، وقضية القيادة، فكل إنسان له مركز قيادي، مركز توجيهي، فهو يحتاج لهذا الموضوع. فالفضائل تحتاج إلى مثل. فسيدنا عمر بن الخطاب مثلا كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال لهم: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة بمكانه مني. لذلك ما من عمل يتذبذب بين أن يكون أقدس عمل على الإطلاق بل يقترب من صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله، وأن تنصبوا أنفسكم موجهين للآخرين، يعني يكون أقدس عمل ويرقى إلى صنعة الأنبياء إذا بذلنا من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس وكنا قدوة فيها. والدليل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لن نجد إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لأن هذه النفس الإنسانية من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. إذن حينما يستطيع الإنسان أن يحدث تأثيرا في الآخرين إيجابيا يحملهم على طاعة الله عز وجل، ويحملهم على الانضباط الأخلاقي، ويحملهم على أن يكونوا صادقين وأمناء وأعفة، فهذا العمل عند الله كبير. لذلك ما من عمل يتذبذب بين أن يكون أقدس عمل أو أتفه عمل كالدعوة إلى الله. يعني هذه النقطة الدقيقة تعني أن هناك دعوة إلى الله خالصة أساسها أن نكون قدوة، أن نكون أسوة، أن نكون مثلا، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، والمسافة بين العين والأذن 4 أصابع فقط. فبين أن نقول رأينا فلانا صادقا
وبين أن نقول حدثنا فلان عن الصدق، هذا فرق كبير. لذلك الأفكار لا تعيش في الأفكار إلا ضمن سلوك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام استقيموا يستقم بكم. فالإنسان حينما يستقيم يكون قدوة، يعني لو بدأنا بالأب والأم، فلمجرد أن يكشف الإبن أن أباه لا يتكلم الحقيقة فهنا ستنشأ مشكلة كبيرة جدا. لذلك نحن بحاجة إلى مسلم متحرك. كيف أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. تقول السيدة عائشة كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لذلك أنا أرى أن الداعية المعلم المرشد، يعني أي منصب قيادي توجيهي، إذا تكلم فليحرص على ألا يكون هناك مسافة بين قوله وفعله. لذلك أحدهم كان داعيا إلى الله فنصح دعاة إلى الله حيث قال لهم احرصوا على أن يراكم المدعو وفق ما تدعوه، واحذروا أشد الحذر على أن يراكم الذي تدعوه على خلاف ما تدعوه. لذلك قضية القدوة الحسنة هي مهمة جدا. فمن هنا نقول القدوة قبل الدعوة، فقبل أن ينطق بكلمة إن كان أبا، وقبل أن ينطق بكلمة إن كان معلما، وقبل أن تنطق بكلمة إن كنت أما، وقبل أن تنطق بكلمة إن كنت داعية. احرصوا على أن لا يرى المدعو في سلوككم ما يخالف كلامكم. فبعض العلماء يقول من دعي إلى الله بمضمون ضحل أو بمضمون غير متماسك أو بمضمون صحيح لكن عرضه لم يكن بأسلوب علمي أو لم يكن بأسلوب تربوي، أو وجدوا عمقا في الدعوة لكن لم يجدوا مصداقية في الداعية، قالوا فهذا المدعو بهذه الطريقة لا يعد مبلغا عند الله عز وجل، لأنه في أعمق كيان الإنسان شعور أن دين الله عظيم. لذلك من دعا إلى الله بمضمون سطحي غير متماسك، ومن دعا إلى الله بأسلوب غير علمي، يعني بنى دعوته على المنامات والشطحات والكرامات مثلا، فهذا الإنسان لا يعد عند الله مبلغا، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. لذلك أعظم ما عند الدعاة هو أن يكونوا قدوة صالحة لأتباعهم. وحينما يكون الإنسان قدوة صالحة فالدعوة ستسري بشكل عجيب، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا وجدوا إنسانا لا يلتزم بما يقول فسيتفلت الناس من منهج الله بجهل، لأنهم ربطوا الدين بإنسان، فالدين هو فوق البشر. لذلك أنا أقول يجب أن يعتمد كل من يتكلم وكل من يوجه وكل من يرشد أما كانت أو أبا أو معلما أو داعية أو خطيبا أو من يحتل منصبا قياديا، فينبغي أن يسبقهم بالعمل قبل أن يتكلم، لأنه ما لم يكن الداعية قدوة لهذا الذي يدعوه فلا جدوى من هذه الدعوة. إذن الأنبياء أتوا بالكلمة فقط لكنها كانت صادقة، فلما فقد الناس القدوة كفروا بالكلمة ولم يعودوا يصدقوا. لذلك لا يمكن أن تؤثر الكلمة إلا إذا دعمها الواقع، إلا إذا جاء الواقع مطابقا لها، إلا إذا ارتكزت على مرتكز حسي. فالعالم كله لا يرى الإسلام إلا من خلال المسلمين. أما حينما يرى مجتمعا إسلاميا متماسكا قويا عفيفا طاهرا صادقا أمينا، فهنا سيعلو الإسلام في نظر الآخرين. لذلك فالعالم الغربي
لو رأى الجاليات الإسلامية كما ينبغي لكان موقفه من الإسلام غير هذا الموقف، لكن المسلم عليه أن يعلم أنه هو سفير هذا الدين العظيم. فمن هنا ننطلق إلى شيء آخر اسمه الدعوة الصامتة، يعني يمكن أن تكون كل واحدة منكم أكبر داعية وأنت صامتة من خلال أعمالك، لأن أمانتك دعوة، ولأن صدقك دعوة، ولأن عفتك دعوة، ولأن إنصافك دعوة. إذن القدوة قبل الدعوة، يعني كل الكلام والفصاحة والأدلة والتحليلات والبراعة في إقناع الناس تسقط في الوحل أمام عمل سيء يرتكبه هذا الداعي. فهذا الكلام يحتاجه الداعي والمعلم والأب والأم وكل من له منصب قيادي توجيهي. فعن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. لذلك بعض علماء الحديث جاء من المدينة إلى البصرة يتلقى حديثا عن رجل، فرآه يرفع ثوبه ليوهم فرسه أن في ثوبه علفا، فلما اقترب منه لم يجد شيئا في الثوب، فلم يكلمه وعاد أدراجه إلى المدينة. فقال هذا الذي يكذب على فرسه: لا يمكن أن ينقل عنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القدوة قبل الدعوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. يعني يوجد مؤمن هو عصبي المزاج فهذا مقبول، ويوجد مؤمن هادئ فهذا أيضا مقبول، ويوجد مؤمن يعتني جدا بثيابه فهذا أيضا مقبول، ويوجد مؤمن يحب أن يبقى في البيت فهذا أيضا مقبول، ويوجد مؤمن يحب أن يسافر كثيرا فهذا أيضا مقبول. يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب، يعني إذا كذب أو خان فليس مؤمنا، لأن الكذب والخيانة يتناقضان مع الإيمان، يتناقضان. لذلك نحن حينما نعتمد الصدق فالصدق يهدي، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن نحن حينما نربي أولادنا على الصدق نعيش في حالة أخرى. الحقيقة أن الكذب هو منتشر في العالم، فنكذب في كلامنا وفي خطابنا وفي تقييمنا للأشياء، نكذب ونرائي، نكذب وننافق، فهذا كله مستشر في المجتمعات الكبيرة. لذلك أعظم ما في حياة المؤمن أنه صادق، صادق مع ربه، وصادق مع نفسه، وصادق مع الناس. وبعض الناس تشعر بالحرج إن تكلم الحقيقة، ولكن أنا أقول إذا تكلم الحقيقة وأحرج قليلا ترتاح نفسه كثيرا، أما إذا أوهم الآخرين بكلام غير صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إنما المجالس بالأمانة. لذلك كبرت خيانة أن تحدث رجلا حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب. إذن القدوة قبل الدعوة. فأنا أخاطب كل من كان موقعه الاجتماعي موقع إرشاد أو موقع قيادة أو موقع توجيه. لذلك سيدنا عمر
عندما جاءته كنوذ كسرى يروى أنه وقف رجلان مع رمحيهما فلم يترأيا لعظم الكمية، فسيدنا عمر قال إن الذي أدى هذا لأمين، فسيدنا علي كان إلى جانبه قال يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانتهم، لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا. إذن قضية القدوة يحتاجها كل من ولاه الله أمر المسلمين ولا سيما الدعاة إلى الله عز وجل، فالقدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، فنحن إذا كنا محسنين ملكنا القلوب، وفرق كبير بين أن نملك الرقاب وبين أن نملك القلوب، فالأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب، والأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس، لذلك القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، فالإنسان إذا أحسن يكون قد فتح قلوب الناس لمحبته، فإذا أحبوك وتكلمت فتح الناس عقولهم لسماعك، فبالإحسان تنفتح قلوبهم، وبكلامه بعد الإحسان تنفتح له عقولهم. أما إذا كان الإنسان فصيحاً متكلماً وبارعاً في إقناع الناس ولم يكن محسناً فهنا لن ينتفع الناس بهذا الكلام، لذلك القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان. الأمة بقادتها، والأمة بنخبتها، والأمة بعلمائها، الأمة بمفكريها، فأي منصب قيادي كمعلم في المدرسة أو أم في بيتها أو أب في أسرة أو مدير مستشفى أو رئيس جامعة أو مدير معمل والداعي إلى الله، يعني هؤلاء جميعهم يحتلون مناصب قيادية، فأي منصب قيادي له حسابه الخاص عند الله عز وجل، فحسابه الخاص هو إن أحسن فله أجران، أجر إحسانه وأجر من قلده، وإن أساء فعليه وزران، وزره ووزر من قلده. ويقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لذلك فهؤلاء القادة الموجهون العلماء المدرسون الدعاة الآباء الأمهات، فهؤلاء لهم أجر مرتين إذا أحسنوا، وعليهم وزرهم مرتين إذا أساءوا. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، فالإنسان حينما يجعل الهموم همًا واحدًا يكفيه الله الهموم كلها، وإذا عمل لوجه واحد كفاه الله الوجوه كلها. فنحن حينما نتأمل عظمة الخلق نتعرف إلى الخالق، ودائماً وأبداً التفكر في مخلوقات الله أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا واسعا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت، مغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.